بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخرج الدارقطني وابن مردوية والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، أصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال طائفة منا: القبلة ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطا. وقال بعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب، فصلوا وخطوا خطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب الآية. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء أن قوما عميت عليهم القبلة، فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، أنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأخرج ابن مردوية بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة، فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، أنزل الله: ولله المشرق والمغرب الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات، يعني النجاشي، فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. قالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ قال: قبلة الله تعالى أينما توجهت شرقا أو غربا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في سننه عن مجاهد رحمه الله: فثم وجه الله، قال: قبلة الله، فأينما كنتم في شرق أو غرب فاستقبلوها. وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن قتادة في هذه الآية قال: هي منسوخة نسخها قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصحح، وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
وأخرج ابن مردوية وأخرج البخاري وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن مردوية والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا ويشرك به وهو يرزقهم ويعافيهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن غالب بن عجرد قال: حدثني رجل من أهل الشام قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم: اتخذ الله ولدا سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر، أي صار له شوك. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قال: إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه. قوله سبحانه أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والمحاملي في أمالي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحان الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات عن موسى بن طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان سبحان الله، قال: براءة الله من السوء، وفي لفظ إنزاهه عن السوء مرسل. وأخرج ابن جرير وابن والديلمي والخطيب في الكفاية من طريق أخرى موصولا عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه رضي الله عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: قول الله سبحان الله، قال: تنزيه الله من السوء. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال: هو تنزيه الله من كل سوء. وأخرج ابن مردوية من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن عبيد الله بن موهب أنه سمع طلحة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبحان الله، فقال: تنزيه الله من كل سوء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سبحان الله، فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى من السوء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه عن قوله سبحان الله، فقال علي: كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه،
وأخرج عبد بن حميد عن يزيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال رجل قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره والحمد لله نعرفها أن النعمة كلها منه وهو المحمود عليها والله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال ابن عباس وما تنكر منها هي كلمة رضي الله تعالى نفسه وأمر بها ملائكته وفزع إليها الأخيار من خلقه قوله تعالى كل له قانتون أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والطبراني في الأوسط وابو نصر السجزي في الإبانة وابو نعيم في الحلية والضياء في المختارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس في قوله قانتون قال مطيعون وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله كل له قانتون قال مقرون قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول علي بن زيد قانتا لله يرجو عفوه يوم لا يكفر عبد ما ادخر وأخرج ابن جرير عن عكرمة رحمه الله قال كل له قانتون قال مقرون بالعبودية وأخرج ابن جرير عن قتادة كل له قانتون أي مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه قوله بديع السماوات والأرض أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية بديع السماوات والأرض يقول ابتدع خلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال ابتدعهما فخلقهما ولم يخلق قبلهما شيء يتمثل به وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابق أن داعيا دعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك باسمك الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كدت أن تدعو باسم الله الأعظم اللهم إني أسألك بهذه الكلمات الطيبات أن تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب وتحسن ختامنا وختام المسلمين وتجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون الآية أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله في ذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله الآية وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله وقال الذين لا يعلمون قال هم كفار العرب لولا يكلمنا الله قال هل لا يكلمنا قال كذلك قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى وغيرهم تشابهت قلوبهم يعني العرب واليهود والنصارى وغيرهم وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله قال النصارى تقوله والذين من قبلهم يهود قوله تعالى إن أرسلناك بالحق الآية أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر
عن محمد بن كعب القرضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي. فنزل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فما ذكرهما حتى توفاه الله. قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد. وأخرج ابن جرير عن داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت: قلت: والآخر معضل الإسناد ضعيف، لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة. وأخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي أنت يا محمد. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: الجحيم ما عظم من النار. قوله تعالى: ولن ترضى الآية، أخرج الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الآية. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: اليهود والنصارى. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحها عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والهروي في فضائله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وأخرج الخطيب في كتاب الرواة عن مالك بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يتلونه حق تلاوته، أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا غير تأويله. وفي لفظ قال: يتبعونه حق اتباعه. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتكلمون به كما أنزل ولا يكتمونه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال: منهم أصحاب محمد الذين آمنوا بآيات الله وصدقوا بها. قال: وذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف عن مواضعه. قال: وحدثنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد مضى بنو إسرائيل وما يعني بما تسمعون غيركم. وأخرج وكيع وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويأكلون ويكلون ما أشكل عليهم إلى الله، إلى عالمه سبحانه،
وأخرج ابن جرير عن مجاهد يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أخرج عبد الرزاق وابن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحح، والإمام البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم عليه السلام فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنه، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، وما ابتلي به من ذبح ولده، فلما مضى على ذلك كله وأخلصه البلاء قال الله له: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين الصالحين المؤمنين المحسنين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان فحلق العانة ونتف الإبط أو الختان وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة أي من عرفات. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردوية وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم عليه السلام. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قيل: ما الكلمات؟ قال: سهام الإسلام 30 سهما، عشر في براءة التائبون العابدون إلى آخر الآية، وعشر في أول السورة قد أفلح وسأل سائل والذين يصدقون بيوم الدين الآيات، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن، فكتب له براءة. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بآيات الله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن مناسك الحج. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات إني جاعلك للناس إماما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت والآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكنو البيت وبعث محمد في ذريتهما. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلي بالآيات التي بعدها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الشعبي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن الختان. وأخرج عبد بن حميد
وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فأتمهن، قال: فأداهن. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطرة إبراهيم عليه السلام استواك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله قال: من فطرة إبراهيم غسل الذكر والبراجم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن مجاهد رحمه الله قال: ست من فطرة إبراهيم عليه السلام: قص الشارب والسواك والفرق وقص الأظفار والاستنجاء وحلق العانة. قال: ثلاثة في الرأس وثلاثة في الجسد. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وأخرج الإمام البخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الآبار وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء، أي يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. وأخرج البزار والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهارات أربع: قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. وأخرج الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبطأ عنك جبريل. فقال: ولما لا يبطي عني وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجمكم. وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى
وحف الشوارب. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس جز الشوارب وأعف اللحى. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله وقد صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا في ديننا. قال: لكن في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحى. وأخرج البزار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل، فقال: ائتوني بمقص وسواك. فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوز. وأخرج البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأخرج ابن عدي بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل 40 يوما، وأن ينتف أبطه كما كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة. وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا أظافركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن وابصة بن معبد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.